هاي اتفاقية اليوم تم توقيعها بين مؤسسة التدريب المهني ومن جهة ووزارة الشباب من جهة أخرى. تهدف هذه الاتفاقية بالدرجة الأولى إلى تأهيل عدد من مراكز اللي متفق عليها مع وزارة الشباب من حيث التدريب المهني والتقني، هذا من جهة، ومن جهة أخرى توفير المواد التدريبية والمدربين ومنح الشهادات المتعلقة بهذا المجال. فإحنا بنطمح خلال هاي الشراكة والتوأمة إلى مزيد من تشجيع الشباب إلى التوجه للتدريب المهني والتقني وريادة الأعمال في مجالات يعني عليها طلب في سوق العمل. تشرفنا اليوم بتوقيع اتفاقية بين وزارة الشباب ووزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني لاستثمار منشآت وزارة الشباب، سواء كانت مراكز الشباب أو بيوت الشباب أو المدن الرياضية، لغايات تدريب شبابنا وتأهيلهم على الحرف والمهن من قبل مدربين وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني. تهدف هذه الشراكة إلى تدريب شبابنا من أجل التشغيل الذاتي بشكل أساسي أو التوظيف في القطاعات ذات الاحتياج. آملين أن نساهم من خلال هذه الشراكة بالتخفيف من حدة مشكلة البطالة التي يعاني منها شبابنا، خصوصا المتعلمين منهم.